سوري يا جماعة عشان مش هعيد الكلام ده تاني. اللي خد تطعيم انفلونزا متعود ياخدها كل سنة ياخد السنة دي، اللي ما تعودش ما يبتديش أول مرة. نمرة واحد، لأنه ممكن يجيله حساسية، لأن دي عبارة عن اتينيوتد فيروس، يعني فيروس مضاعف، ما هوش بالجينيتيك انجينيرنج، ما هوش مبني بالهندسة الوراثية، فده فيروس حقيقي اتينيوتد يعني مضاعفينه، وبيتزرع على ايج يوك على بياض بيض، وبالتالي ممكن يعمل حساسية. نمرة اتنين، اللي موجود فعال ضد اربع او ثلاثة، ونوع ضد اربعة من الفيروسات، وهم عشرات الفيروسات، لكن اللي كان بياخد كل سنة يبقى خد 20 30 40 مناعة ضدهم وضد الاربعة الجداد، انما لأول مرة دول عديم القيمة انه ياخد مناعة ضد اربعة بس. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، وهي نقطة مهمة قوي، ان احنا دلوقتي ما ينفعش او ما لا ينصح باخذ فاكسين ضد مرض في امراض تانية موجودة معاه. انا بديك فيروس ضعيف، فبوجه كل الجسم الجهاز المناعي بتاعك عشان يكون اجسام مضادة ضد هذا الفيروس الضعيف اللي انا مدخله له. في الوقت ده ممكن لو اتعرض للكورونا هيبقى جهازه المناعي كله دايركتد للفاكسين اللي خده، وبالتالي ممكن ما يتفاعلش ضد الفيروس اللي موجود. فمعروف كده ان احنا مثلا اثناء وباء، اي وباء لا نطعن، يعني ما يبقى فيه ازمة بوليو او بوليو منتشر اللي هو شلل الاطفال، ما ينفعش ادي تطعيم ضد شلل الاطفال. فاحنا حتى الان ما نعرفش اذا كان في كروس ريزيستنس بين الكورونا وبين الانفلونزا اللي احنا بنديه ده ولا لا. فاللي متعود ياخد كل سنه ما فيش مشكله ياخد، اللي مش متعود ياخد، اللي دي اول مره له لو سمح ما ياخدش خلاص.